ملحوظتين كده اتفضل يا كابتن. حكام الاسبوع الاول والاسبوع الثاني. نعم. اولا فلوس مستحقات او مستحقات الحكام عن بطوله كاس الرابطه لم تصل حتى الان للحكام. يعني البطوله دي اقيمت شهر يناير وفبراير وخلصت، والنهائي بتاعها كان في 7/7، وكل الناس خدوا فلوسها بما فيها الفرق اللي احرزت المركز الاول والثاني والحكام الاجانب اللي جم داروا النهائي. في حين ان مستحقات الحكام عن البطوله دي بيتنصل منها رابطه الانديه واتحاد الكوره، كل واحد يلقي التبعه على الاخر. فارجو ان برضو ايه نحل المشكله ديت، لان دي طبعا مستحقات الحكام وبقى لنا 8-9 اشهر، فيعني برضو ارجو ان احنا نحل الاشكال ده. الملحوظه الثانيه يا كابتن، احنا عندنا اقيمت خلال الجوله الاولى 9 مباريات دي ادارها 54 حكم، 6 × 9 ب 54. خلال الجوله الثانيه يا كابتن اتكرر من حكام الدرجه الاولى من ال 54 دول 25 حكم، بواقع اليوم الاول 12 حكم، اليوم الثاني 5 حكام، اليوم الثالث 5 حكام، اليوم الرابع 3 حكام. 25 حكم يتكرروا من الاسبوع الاول الاسبوع الثاني، امال الناس بقى هتاخد فرصتها وتلعب انت. فارجو برضو يعني انه راعي حته العداله في التوزيع بحيث ان برضو الناس دي تاخد فرصتها برضو وتلعب، لان طبعا اي حكم هدفه ان هو يلعب في الدوري الممتاز.